التمريرة شوف نسبة الدقة عند الريال 85% فاصل واحد، عند نادي فالنسيا 67%، فاصل 9. لكن شفنا الكرة الخطيرة الأخيرة من جانب فران توريس، لكن كانت سهلة في إيد حارس المرمى الحارس كورتوا. ست مباريات كلين شيت لكورتوا هامة، هجوم ومحاولات كانت كالريال في البداية والانطلاقة. يرجع ربنا إن شاء الله كريم بنزيما فورمة عالية، وأداء مميز اللاعب الأبرز مع النادي الملكي اللي سجل هذا الموسم حضور كبير 11 هدف، يأتي في المركز الثاني من أهداف الدوري الإسباني بعد النجم الكبير ميسي 12 هدف، ويأتي بعدهم طبعا سواريز عنده من الأهداف 9 أهداف، وسجل كمان بنزيما 4 أهداف في دوري الأبطال بكعبة جميلة مع مودريتش. مودريتش يا ولد يا لعيب مودريتش أمامنا أهو، مودريتش بيعود وأصبح في فورمة عالية في مباراة بروج الهدف الثالث الكبير، وسجل في مرمى الدوري في قريب المنصة والقمر يرسو سيدان، وهجمة واعدة. بص شوف كريم بنزيما مش بس بيسجل أهداف، لكن كريم بنزيما أيضا يصنع الأهداف، يصنع المتعة، يصنع الكثير. وهنا كانت الكرة من صناعة رودريجو اللي عمل بصمة حلوة قوي إلى فران توريس، لكن ضاعت الفرصة على ابن 19 عام لضيع الفرصة الخطيرة اللي كانت ممكن تكون هدف من خلال فتح أحد الأسلحة المهمة لفريق النادي فالنسيا من خلال الهجمات المرتدة السريعة، السرعات اللي عنده. سولان اللي بينطلق في الجبهة الشمال، باص في الجبهة اليمين، وبيرجع يقدم أدوار دفاعية. بص أمامنا أهو 4-4-2 واضحة، 4-4-2 نادي فالنسيا. فدي كانت ألبرت سيلانس اللي طبعا النهارده بيجد مواجهة مع صديق الأمس منافس اليوم النجم الكبير زين الدين زيدان. أدي أمامنا قطع حلو أهو بنزيما، دول خطر بنزيما، بنزيما بيخلص الكورة إلى رودريجو، الباص البرازيلية رودريجو يا ولد عاملها حلوة، لكن توقع برازيلي أيضا من جابرييل راتشو كان على الشمال، بس الكورة إلى رودريجو، متألق رودريجو، هدفين في الدوري في أوساسونا في ليجانس، 4 أهداف في دوري الأبطال، هاتريك في جالاتا سراي، وهدف في مرمى كلاب بروج، وفرصة خطيرة رودريجو، ولكن ما زال خوفي، خوفي دومينيك أمامنا، هو متألق، كان متألقا في اللقاء اللي كان أمام نادي أياكس. في لقاء أياكس كان متفوق الحقيقة الحارس قومي، وكرة رودريجو الخطيرة اللي كان ممكن أوي راسية في ضغط متواصل من جانب فريق نادي ريال مدريد الأقرب إلى تسجيل الأخطر على المرمى، لكن لا تنسى فرصة فران توريس اللي ضاعت في الدقيقة 17، ضغط كبير على لاعبي نادي فالنسيا، ارتداد كل لاعبي فالنسيا أمامنا إلى نصف ملعبهم، تلقى من جانب كارفاخال إلى توني كروس اللي سجل تحرك في جانب رودريجو صاحب راسية، يعتقد في حكم اللقاء استمرار اللعب نقش مرة ثانية، راموس يراحة في سيطرة واستحواذ وتبادل كرات بشكل مميز جدا، وحركه ريال مدريد التطور واضح، النتائج تتحدث عن ريال مدريد، الجماعية الموجودة أيضا، الوصول النجوم الكبار اللي ارتفع مستواهم في الفترة الأخيرة واللي منهم اسكو بوريتش، وكذلك حضور اللاعب فالفيردي، ولا تنسى دور كاسيميرو مهم جدا في النادي الملكي اللي بيقدم أداء متميز في اللقاءات الأخيرة. راموس يرجع على طول القائد أدي باسو، لكن فاول على ناتشو، فاول على ناتشو فرنانديز، أدي ناتشو فرنانديز، لكن حتى الآن زين الدين زيدان اللي إيه لا يبوح بالأسرار، كل مباراة ليها استراتيجية وليها طريقة لعب وليها أسلوب. وفي الجانب الآخر سيلانس اتكلم عن أهمية إظهار ما لدينا من قوة كما قال أمام منافس قوي، والمنافس يعني من الصعب إنك تلعب أمامه، واحترام المنافس أكيد الأمر تحدث عنه زيدان عن طريق فالنسيا اللي اتكلم عن فالنسيا بشكل الحقيقة مميز جدا، وقال نادي فالنسيا يعني في أداء مميز وبيلعب بشكل جيد بيحقق نتائج مع مدرب الشأن المدرب طبعا سيلانس. ادي الاختبار مفعول الضغط هنا، ضغط على خاوني كوستا، ضغط يرجع للخلف، يرجع الى جناي نجم الارجنتيني مع جابرييل باوليستا الثنائي اللي اصبح بيمثل قوه في دفاعات فريق النادي فالنسيا، اكيد يعني الاسماء الموجوده في نادي فالنسيا بطل كاس اسبانيا في الموسم الماضي اللي بيملك يعني تاريخ على مستوى اللاعبين والنجوم. سباق مطول امامنا هنا، انطلاقه من جانب اسكو اللي بيحاول اسكو والمرور والمراوغه تمريره في اتجاه امامنا هو كان مقام، لكن دائما وابدا هتجد الجبهه اللي امامنا. ادي استلام مطول فران توريس يا ولد الى رودريجو مورينو، بيظهر في وسط الملعب الى كوكيلان، اتحرك باص سريع باص في ظهر ناتشو، لكن كتير على ناتشو ودافع لفتره كبيره. ادي امامنا هنا الدنماركي، ده كان باص
كان في الموسم اللي قبل الماضي في 2018 امام اول موسم الثالث ليه مع فريق نادي فالنسيا امام اللاعب طبعا او الموسم الثالث عفوا مع نادي فالنسيا اللاعب داني البارسا كره على طول امامنا في جانب الايسر حاول فالنسيا يهدي الملعب حاول فالنسيا يمسك كوره لان ريال مدريد كان اقرب انه يسجل راح على مرمى حاول في اكثر من كوره من خلال التسديدات مارتيني بنزيما وكروس وأنت مرسل بنزيما وكرة مودريتش اللي تعامل بشكل مميز في الدقيقة 18 وهي مرسل اللاعب اللي كان حابب يتعب انه يضيعها في المرمى اللي هو كده الاستحواذ اللي امامنا 41 مقابل 59 هجمه هنا محاوله هناك ولكن فالنسيا بيعتمد على المرتدات نعم يلعب في ملعبه لكن يبحث عن المرتدات امامنا فالنسيا اللي بيبحث هنا عن هدف في هذه اللقطه لكن كره سريعه طويله وكل كره كره الى خارج الملعب ما يلحقهاش امامنا هنا اللاعب جاء امامنا هذه الكره الجميله بتاعت ناتشو ودي الاسيست الكريم بنزيما لمرتين يعني لو في الشباك لا هاومي ولا دوري كابيتاليس ولا حتى لو جبت دين وهل مش حارس المرمى ولا نيتو حارس اللي راح الى بارسا ولا حتى الويتا الحارس الموجود في كريستال بالاس كله حراس تعلقوا بالوان نادي فالنسيا في اللقطه لكن فالنسيا عودنا على المتعه وعلى الاداء وعلى الارقام وعلى البطولات وحتى لقب كاس الملك بعد الفوز على بارسا في ملعب بنيتو فيا مارين في اشبيليا ملعب ريال بيتيس لما سجل جميلو رودريجو كان سجل ميسي الهدف الوحيد للبارسا ليضيف اللقب الثاني ليه في اطار كاس ملك اسبانيا بعد غياب منذ لقبه في 2008 امام ختافي راسيه خطيره هنا محاوله من جانب رودريجو اللي كان ليه راسيه ودي امامنا ضغط فالفيردي لكن شوف الكره الثانيه دايما لريال مدريد اللي ضغط وحاطط فالنسيا في الثلث الاخير في الملعب فالفيردي لكن كثافه وتكدس ادي رودريجو الى اسكو اللي بيبحث عن المساحه لكن خلصها سوليري حاول يبدا لاخر من بعد لكن شوف مره ثانيه استخلاص والضغط العالي احد الاسلحه وادي كان مكان والاخطاء المتوقعه مع الضغط تحدث وادي امامنا هي كره حامله ومره ثانيه رودريجو لكن كره من جانب اللاعب كان مكان وتبقى هجمه سريعه تبتدي نعمل بالضغط العالي الشكل اللي يوقف فيه الهجمات المرتده مره ثانيه الحكم واستمرار اللعب مع احتياج من الجماهير عدى اكس ومباراه يضع كره في اتجاه كان مكان فالفيردي توني كروس في ريال مدريد كم تمريره وتحرك ومحاولات والثقه اللي بيقدم بيها الفريق كروس رغم الغياب من كره حلوه قوي كره حلوه من مدرب تلتفت يا اكس ومطلع نفس الكلام لكن الهجمه الواحده ملعوبه حلوه هذه الهجمه بقى اللي بيعتمد عليها ولكن مران وشوف بقى ماسيا ولد باصه لقطه حلوه قوي ودي خطيره قدام رودريجو المهاجم رودريجو لسه ريال مدريد ولكن عسى وقطعت الكوره والضغط المراتي فالفيردي ما شاء الله فالفيردي فيدريجو فالفيردي متميز وفاول صالح امامنا هو اللاعب داني فاليخو داني فاليخو لاعب في ريال مدريد من ابناء ريال مدريد واللي عجبني داني فاليخو انه يلعب في المنتخب على كبر لعب مباراه الارجنتين في 2018 وظهر في بعض اللقاءات التصفيات امام النرويج وامام السويد واخيرا كان في لقاء جوز الفارو في شهر سبتمبر امامنا هو قائد ونجم طريق كون نادي فالنسيا كابتن نادي فالنسيا جيل دايما ما ننساهوش جيل اللي كان فيه بارشيلا وايالا وبيليجرينو وكارفوني وايمار والاسماء الكبيره اللي ظهرت وقتها وقتها عن مانيجا وبيسيتي ومورييتس وباقي الاسماء السوبر وكذلك كما شفنا سيلفا وفيا والبيتا واسماء كثيره ومارتا وابيولا واللي تابع زينا العواجيز بقى شاف كيفس وقبل كده كان في كاديتيرس طبعا في حراسه المرمى الكرات العاليه ادي امامنا الصراع وضغط من جانب نادي فالنسيا وفي تدخل وفي فاول لكارلوس صدر فاول في مكان حلو لكارلوس صدر فاول لصالح فالنسيا اللي نجح حتى الان فالنسيا انه يمتص الحماس الموجود لدى لاعبي نادي ريال مدريد المتحمسين اللي عارفين قيمه الثلاث نقاط لاعتلاء القمه في ملعب صعب في ملعب يصعب للفريق انه يعني يحقق فيه انتصارات وبالتحديد في النقاط الخمسه الاخيره قلنا حضراتكم في هذا الملعب فالنسيا فاز في ثلاثه وتعادل في لقاء والفوز الوحيد كان لريال مدريد نتيجه كان في 2019 2018 عندما سجل 4-1 سجل رونالدو وكان سجل هدفين ونتيجه كسبه وسجل مارسيلو وسجل كروس وكان سجل طبعا اللاعب سانتي مينا هدف فالنسيا الوحيد ودي امامنا الكره العاليه لكن على طول استلام من جانب رودريجو وابتدي يقابل امامنا هنا فالنسيا كره مرعوبه انا
عندك الجرايد وراسين الجرايد في اختبار سهل حتى الان للحاله شفتوها هذه الراسيه في الدقيقه 28 هجمات قليله لكن جرايد كان يبحث عن التسديد واللاعب جرايد من اللاعبين الحقيقه اللي سبق ان سجل في مرمى فريق نادي ريال مدريد وكان سجل طبعا خلال المشوار كان سجل اربع اهداف منهم هدف فقط لما لعب خمس دقائق بالواد نادي مدريد. سلام على طول من جانب لوكا مودريتش. فالفيردي في وسط ملعب ريال مدريد راموس حتى الان وصلنا للدقيقه 28 التعادل يستنى القائم هنا في لقاء القمه لهذا الاسبوع ما بين ريال مدريد ثاني الترتيب بعد البارسا 35 نقطه للبارسا والريال 34 وبالمناسبه سقوط كان لنادي اشبيليا في اللقاء امام فياريال وبالتالي فياريال أفضل إشبيلي عند 31 نقطة ثم يأتي هداف في 30 نقطة بعدما حقق كورة على بلد الوليد ثم بعد ذلك يأتي أتلتيكو برصيد 29 نقطة وبعد ذلك ريال 28 ثم بالباب 27 ثم فالنسيا برصيد 26 نقطة يعني ممكن في حال فوز فالنسيا تقدم المركز الخامس مناصفة مع أتلتيكو اللي عنده حاليا 29 نقطة في حين الريال يسعى للصدارة. عام الماضي الريال كان ثالث في ترتيب الدوري في حين فالنسيا كان في المركز الرابع طبعا في ترتيب جدول الدوري الاسباني. كرة العالية على طول يخلص فالان من اعلى نقطة كرة على طول في اتجاه اللاعب المازويردي نادي فالنسيا يقابل من نص ملعبه يعمل التكدس والتكدس الدفاعي يضيق المساحات يوقف المهارات ورغم ذلك كان هناك عدة محاولات وتدريبات من فالفيردي ومن سيما وكروس وكذلك ايضا مودريتش والراسيه اللي كانت من بنزيما والراسيه اللي كانت من رودريجو في اللقاء في حين اخطر الكرات كانت لفران توبريس اللي ضيع كوره خطيره في الدقيقه 17 سددها سهله في ايد الحارس كورتوا والراسيه الجرائي اللي كانت في الدقيقه 28 نقطه عدد كريم بنزيما متحرك بيضرب بالرقابه بيضرب بالمجال كوره يحاول يعدي لكن شوف بس الستار الحديدي اللي عنده النهارده المدرب سيلاس فيانيو عامل جبهه يمين الدفاعيه امام خوري بوجود باص عامل جبهه شمال مع اللاعب جرايم وضع اللاعب طبعا سلام بيرجع يؤدي الادوار الدفاعيه ودايما هنلحظ اللاعب بوكلان امامنا هو في العمق مع اللاعب باريخو وعوده كل من رودريجو وفران توريس للادوار الدفاعيه هم في هذه اللحظه. فران مره ثانيه 31 دقيقه حتى الان تعادل السلبي في هذه المباراه تعادل السلبي قائم استلام على طول من جانب ناتشو يرجع على طول رودريجو